نهائي كأس العالم إن شاء الله في خلال يوليو 2018. الفترة اللي فاتت برضه كان في الحمد لله أغلب المباريات اللي المنتخب لعبها الحمد لله كلها كانت أفروف المباريات كلها. الفترة اللي جاية بس هنتكلم حضراتكم على المعسكر شهر مارس. المعسكر شهر مارس بأول توقف في التدريب زي ما قال بالظبط الكابتن هاني بعد كأس العالم بعد مباراة الشهر المعسكر. بس هقول لحضراتكم الأسماء المعلنة 11 لاعب محلي، 11 لاعب محلي ده بجانب ال 17 لاعب المحترفين اللي تم إعلانهم من حوالي 10 أيام فاتت، ال 11 لاعب طبقا للأكاديمية أحمد فتحي، عبد الله السعيد، حسام عاشور، مريان محسن، أحمد الشناوي، سعد سمير، طارق حامد، محمد عواد، محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد مجدي من نادي الأهلي. 11 لاعب على 17 و 28 لاعب ده القوام اللي بتاع المعسكر شهر 3 إن شاء الله اللي هو هيكون من يوم 20 ل 28. المعسكر ان شاء الله هيكون فيه تدريب ان شاء الله باستاد القاهره يوم 19 مارس الساعه 7 مساء ان شاء الله قبل السفر يوم 20 الى سويسرا وبشر. هيكون التجمع يوم 19 التمرين يوم 19 السفر يوم 20 صباحا الساعه 10 صباحا على هناك طياره خاصه اللي هي ان شاء الله في فتره مع المنتخب المحترف.